فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب النوء؟ نعم، لا يقولها بسبب النوء، هذا يعتبر من نسبة المطر إلى غير الله جل وعلا، لا يقول بنوء كذا، هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك حينما قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم، ما ينسب المطر إلى الكواكب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا ينسب إلى الأجواء والمناخات، ينسب إلى الله جل وعلا. نعم.